عثر جلالة الملك عبد الله الثاني خلال استقباله لوفدي الكلية الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية ومساعدي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من تبعات استمرار الأزمة السورية وتصاعد حدة أعمال العنف والقتل في البلاد، كما أكد جلالته على ضرورة إيجاد حل سياسي انتقالي شامل يحافظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً. تجددت أعمال الشغب في محافظة معان بعد إغلاق محتجين لطرق رئيسية وسط المدينة ومحاولة البعض الاعتداء على البنوك والمحال التجارية وإحراق الإطارات المطاطية، مما استدعى قوات الدرك إلى التدخل وفرض سيطرتها على المنطقة وإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة لم تشهدها من قبل. ويذكر أن أعمال الشغب اندلعت بعد أن أعلنت قوات الأمن العام أنها قتلت شخصين وأصابت ثالثا من المطلوبين خلال مطاردة أمنية قبل يومين. أفاد فريق دعم الأسرى الإعلامي فدا أن الأسرى الأردنيين المضربين عن الطعام في مستشفى سجن الرملة أعلنوا مقاطعتهم للأدوية والعلاجات والفحص الطبي حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، مجددين تمسكهم بإضرابهم المفتوح عن الطعام، كما حمل الأسرى في رسالتهم الحكومة الأردنية المسؤولية عن حياتهم. دعت الخارجية الأمريكية حزب الله إلى سحب مقاتليه من سوريا على الفور بعد تصاعد حدة الاشتباكات في منطقة القصير، في وقت أدانت فيه منظمات حقوق الإنسان تمادي الجيش السوري بدعم من عناصر حزب الله في حرب القصير. من جانبها أكدت الأمم المتحدة مناقشتها لمشروع قانون يدين التدخل الأجنبي في القصير والانتهاكات المستمرة ضد المدنيين في سوريا.